بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله الله تبارك وتعالى يقول وزيناها للناظرين هذه الكلمه شككوا بها وقالوا كان الناس قديما يعتقدون ان النجوم هي مثل المصابيح المعلقه الصغيره كانوا يعتقد الناس ان حجمها صغيرا وان تزين يعني هي زينه للسماء هكذا فجاء النبي عليه الصلاه والسلام استخدم هذه الثقافه المنتشره في ذلك العصر ووضع في القران ربط كلمه الزينه في بعض الايات بالسماء ان هذه عباره عن كرات صغيره معلقه تزين السماء. الحقيقه احبتي في الله حتى انني سمعت احد المشككين وهو لا يفقه شيئا في علم الفلك طبعا وليس متخصصا يقول ان اننا اذا خرجنا خارج الارض نرى النجوم كلها بلون واحد مثل الشمس بيضاء مثلا اما على الارض فهذه الالوان تحدث بسبب الغلاف الجوي بسبب ان الغلاف الجوي طبقات الغلاف الجوي تؤثر على الاشعه القادمه الى الارض وبالتالي تظهر بعض النجوم بالوان مختلفه احببت اليوم أن أعرض صورة من مرصد هابل الفضائي أخذت من خارج الأرض لنرد على هذا المشكك وغيره نرد عليهم ونقول هذه الصورة من وكالة ناسا التي تؤمن بها مأخوذة من خارج كوكب الأرض تعلمون أن مرصد هابل عبارة عن مرصد مركب على قمر صناعي يدور حول الأرض على ارتفاع ألاف الكيلومترات وطبعا هو وضع خارج الأرض ليتحاشى تأثير الغلاف الجوي فالصورة التي سنراها الآن أيها الأحبة طبعا هذه الصورة هي جزء صغير من قلب مجرتنا هذا الجزء الذي سنراه الآن يبعد 26 ألف سنة ضوئية باتجاه مركز المجرة 26 ألف سنة ضوئية التقط من خارج الأرض طبعا السنة الضوئية هي ما يقطعه الضوء في سنة كاملة يعني بحدود تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر السنة الواحدة تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر يعني هذه المسافة ستبلغ بحدود خمسة ألف مليون مليون أو عفوا 250 ألف مليون مليون كيلومتر اذا المشهد الذي سنراه الان ايها الاحبه انا احب ان اظهر لكم هذا المشهد كبرته قليلا لنراه بشكل واضح انظروا هذا هو قلب مجرتنا انظروا الى الالوان ايها الاحبه وانا طبعا هذه الصوره اخذتها تماما من موقع آه وكاله ناسا للفضاء التقطت بواسطه مرصد هبل الفضائي ونلاحظ نجوما بالفعل هي زينة آه باللون الأزرق أنا أرى أمامي الأحمر أحيانا الأخضر أحيانا البنفسجي النيلي الأصفر آه برتقالي ألوان زاهية انظروا انظروا أيها الأحبة متعوا أنظاركم لو خرجنا خارج خارج الأرض وكان لدى اعيننا قدرة مثل هذا التلسكوب الضخم تلسكوب هابل سنرى هذا المشهد سنرى هذا المشهد ايها الاحبه دعونا نكن منطقيين من يستطيع حقيقة ان يصف من يستطيع ان يصف هذا المشهد بهذه الدقة ولقد "جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وزيناها للناظرين" هذه الالوان يقول عنها العلماء عندما حللوا الطيف الضوئي الصادر من هذه النجوم وجدوا ان درجه الحراره التي يبثها النجم يعني الحراره السطحيه لهذا النجم ليست متساوية لكل النجوم. بالنسبة لشمسنا درجة حرارة سطحها بحدود ستة آلاف درجة مئوية، وهي تظهر بهذا اللون الذي نراه تقريباً لون الأبيض المصفر قليلاً، بينما هذه هذه النجمة الزرقاء مثلاً هذه درجة حرارتها بحدود عشرة آلاف درجة مئوية وأكثر. تظهر باللون الازرق هنا نجوم باللون النيلي النيلي يعني البنفسجي هذه درجه حرارتها عاليه جدا النجوم الحمراء هذه درجه حرارتها منخفضه اقل من شمسنا تظهر باللون الاحمر لان اللون الاحمر ايها الاحبه كما تعلمون له درجه حراره منخفضه قياسا للمقياس الإشعاعي الذي يعرفه المتخصصون طبعا أن كل لون له درجة حرارة أقلها الأحمر وأعلاها البنفسجي واللون الأبيض لون الشمس يقع في المنتصف سبحان الله فسبحان ف الله يعني انظروا هذه الصورة من يستطيع أن يصفها لنا في ذلك الوقت ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم من يستطيع أن يقول هذا الكلام أو يدعي هذا هذا الكلام إذا هذه الصورة تثبت أن السماء مزينة بالفعل وصورة مبهجة كما رأينا ألوان زاهية بسبب اختلاف درجات الحرارة وأن الوصف القرآني دقيق جدا لهذه السماء وبالنسبة لكل ملحد يريد ان يشكك بهذه الآية بعد هذه الصورة لن يجد ما يشكك به. لن يستطيع ان يقول ان سبب الالوان المتلألئة للنجوم هو الغلاف الجوي او هو تأثيرات اخرى لا، هذه الصورة من خارج الارض. لذلك أيها الأحبة والله يعني كل يعني هؤلاء الملحدون يعطون أفكارا يعني هم يخدمون الإسلام من حيث لا يدرون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يمكن ان يجعل الله لملحد على كافر اي سبيل او طريق او حجه. كل الحجج التي اتى بها الملحدون القران فندها وبحمد الله نكتشف معجزات قرانيه ترد على كل مشكك وتثبت لمن يبحث عن الحق. تثبت ان هذا القران هو كلام الله تبارك وتعالى الذي قال فيه افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.